من ساعات وزير المالية محمد معيط زف بشرى سارة بخصوص أزمة الدولار في مصر، وأعلن عن دخول سيولة دولارية كبيرة لخزينة الدولة خلال الفترة اللي جاية. فيا ترى السيولة دي هتيجي منين، وإيه دورها في حل أزمة نقص العملة، وهل هتقضي على السوق السوداء للدولار؟ بانكير، نبض البنوك. كلنا عارفين ان الدولة المصرية بكل اجهزتها شغالة حاليا على الوصول لحلول جذرية لازمة نقص العملة الاجنبية اللي بتعاني منها مصر بقالها حوالي سنتين كاملين. في افكار كتير لتوفير نقد اجنبي من اكتر من مصدر، سواء من خلال تعظيم الموارد الثابتة زي السياحة والصادرات وعوائد قناة السويس، وفي افكار تانية زي برنامج الطروحات الحكومية اللي من خلاله الدولة هتبيع عدد من الشركات المملوكة ليها وهتتخرج من بعض الانشطة الاقتصادية. في تصريحات مهمة لوزير المالية محمد معيط، أعلن أن الحكومة بتستهدف عوائد توصل لستة ونصف مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024 بشكل يعزز قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية. وزير المالية أكد أن برنامج الطروحات هيساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة ل 65% خلال السنين اللي جاية. وقال أن الحكومة بتتعامل بسياسات أكثر توازن وتحوطا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية تداعياتها المتشابكة اللي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية. طب مصر هيدخل لها كام مليار دولار من خطة الطروحات الحكومية؟ وفقا لخطة معلنة من جانب الحكومة، فمصر المفروض تجمع حوالي 40 مليار دولار على 4 سنين من خطة الطروحات الحكومية بمعدل 10 مليار دولار كل سنة، وده رقم كبير جدا لو اتحقق فعلا هيساهم في حل أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر. ايه المشروعات او الشركات اللي هيتم بيعها؟ في قائمة بأكتر من 30 شركة تم الإعلان عن طرحها للاستثمار الفترة اللي جاية، وبتتضمن شركات في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا، وفي كمان بنوك ومشروعات تحلية مياه ومحطات كهرباء، وكتير من المشروعات اللي هيتم تنفيذها سواء مع القطاع الخاص المصري أو مع مستثمرين أجانب. في النهاية بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين اللي جاية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.